يا مساء الخير والسعادة على حضراتكم، برحب بيكم وحلقة جديدة وأنا وبيتي. بمناسبة كده إنه بقالنا أسبوع بننزل صورنا الحلوة ونكتب كلام جميل، كلام كله حب، حقيقي ببقى فرحانة وسعيدة لما ألاقي زوجة منزلة صورها مع جوزها وكتباله كلام حب بتعيد عليه. لكن بيني وبينكم كده، يعني هل الكلام اللي احنا بنكتبه على السوشيال ميديا ده بنقوله في البيت الأول قبل ما نكتبه على السوشيال ميديا؟ هل احنا بننزل صورنا وبنكتب كلام حلو علشان عايزين فعلا نعيد على بعض ونعمل احياء لمشاعر الحب اللي ما بيننا، ولا احنا بنعمل كده علشان خاطر نفرج اصحابنا لبسنا والمكان الحلو اللي احنا بنخرج فيه، وعشان اغيظ فلانه وعشان اقول لفلانه ان انت مش احسن مني؟ على جانب اخر كده، في زوجه اعرفها بتقول لي جوزي ما بيفوتش مناسبه الا لما يكتب لي بوست طويل عريض كله كلام حب. قلت لها ده حلو قوي يا بختك، دي حاجه جميله. قالت لي لا، ما هو ما فيش ولا كلمه من اللي بيكتبها بيقولها لي في وشه، كله بس على السوشيال ميديا. عايزه اقول لكم افرحوا واكتبوا كلام حلو على السوشيال ميديا، لكن يا ريت تقولوا لبعض وجها لوجه قبل ما تكتبوه، هتفرق جدا جدا جدا. ومش بس كلام السوشيال ميديا والصور والتهنئه على السوشيال ميديا هي اللي بتعمل احياء كده لمشاعر الشغف ومشاعر الحب، في حاجات تانية بسيطه وسهله نقدر نعملها مع بعض عشان تحسسنا بالمحبه الكبيره اللي ما بيننا، زي مثلا كلمه حلوه، هديه صغيره بسيطه. انا عارفه ان الظروف الاقتصاديه صعبه، لكن الحاجات البسيطه بتفرق جدا. خروجه حلوه، لو الامكانيات تسمح سفريه صغيره حلوه، كل دي بتعمل ذكريات. اعملوا يا جماعه ذكريات حلوه ما بينكم على قد ما تقدروا، لان الذكريات دي هي اللي بتفضل، هي كمان اللي بتحمي العلاقه وبتدعمها وقت الخلاف ووقت الزعل. عايزه اقول الكلام ده للزوجين، مش للست بس ومش للراجل بس، للاتنين. انتم مسؤولين مسؤوليه كامله انكم تزودوا رصيد الحب عند الطرف التاني. رصيد الحب ده هو اللي فعلا بيحمي العلاقه وقت الخلاف وقت الزعل. اكيد هي هتفتكر لك الكلمه الحلوه اللي انت قلتها وقت ما هي كانت متضايقه وتعبانه، هتفتكر لك انك عمرك ما بيتها وهي زعلانه، هتفتكر لك انك ضحيت بوقتك عشان تروح معاها مشوار معين هي كانت عايزاك فيه، الورده الحلوه اللي جبتها لها من غير مناسبه، انك مهما كنت مزنوق في الفلوس بتقتطع جزء من فلوسك عشان تبسطها وتفرحها وتخرجها وتجيب لها حتى حاجه بسيطه. على الجانب الآخر كمان، هو هيفتكر لك دعمك لي ومساندتك لي وتشجيعك لي، وإنك فخورة بيه طول الوقت قدام الناس، إنك افتكرتيه في عيد ميلاده وجبتي له هدية حلوة، إنك وضبتي له مفاجأة حلوة أو عملتي له أكلة حلوة هو بيحبها. صدقوني هو ده اللي بيفضل. هو ليه في بيوت ممكن تستقر وتكمل وتعمر وبيوت تانية بتقع؟ إيه اللي بيخلي اتنين عايشين مع بعض مبسوطين وفرحانين حتى لو عندهم مشاكل، وناس تانية مجبرة إنها تعيش مع بعضها؟ هو رصيد الحب والاحترام اللي بنبنيه ونتبادله مع بعض، هو ده اللي هيفضل وهو ده اللي هيتبقى، ومش مرتبط ابدا بمستوى اجتماعي او مستوى اقتصادي او مستوى ثقافي ابدا، هو مرتبط فعليا بمقدار الحب والعطاء والبذل اللي بيقدمه كل طرف للتاني. بتمنى لكم يا رب كل السعاده وحياه كلها حب وفرح، وكل سنه وانتم طيبين وبخير. وحقيقي حبيت ابدا البدايه اللطيفه دي لحلقه ربما نجد فيها بعض المشاكل والصعوبات، لأنه زي ما أنتوا عارفين أنه الحياة فيها ده وفيها ده. في حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن مجموعة من المشكلات اللي حضراتكم بتبعتوها لنا، وحقيقي أنا ممتنة وسعيدة جدا لثقتكم الكبيرة فينا. أنا عارفة أن احنا متأخرين شوية في قراية الرسائل، وحقيقي كل مرة بقول الكلام ده، لكن حقيقي غصب عننا احنا عندنا كمية رسائل مهولة. على قد ما بنقدر طبعا احنا بنتعب سيدنا جدا معانا، لكن على قد ما بنقدر بناخد مشكلات، وكل حلقة بنحاول ندخل كده مشكلة او اتنين حتى لو عندنا موضوع عشان نخلص كم المشكلات اللي عندنا. فبعتذر لحضراتكم مرة تانية، لكن سعيدة جدا بثقتكم، ويا رب نفضل طول الوقت قد هذه الثقة. طبعا بيسعدنا ويشرفنا وينورنا في حلقة النهاردة نيافة الحبر الجليل الأنبابولا مطران طنطا وكل توابعها، واللي هيكون معانا حالا بعد الفاصل. خليكم معانا. برحب بحضراتكم معانا مرة تانية في أنا وبيتي، والنهاردة هنرد على مجموعة من رسائل حضراتكم. وقد إيه في حلقة المشكلات قد نتألم
لكن حقيقي أنا ببقى مبسوطة وفرحانة في النهاية إنه الناس أخدت الحلول اللي تنفع لمشكلتها، وباقي المشاهدين استفادوا وأخدوا خبرة كبيرة جداً في طريقة حل المشكلات. بيسعدنا ويشرفنا ويباركنا دايماً يافطة الحبر الجليل الأمبابولا مطران طنطا وكل توابعها، منورنا يا سيدنا. وحقيقي حلقة المشكلات أنا بعتبرها من أكثر الحلقات إثراءً، لأنه إحنا بنتعرض لمواقف كتيرة جداً وبنلاقي الحل عند يافطك. والحقيقة يعني إحنا بالتبادل بنعمل ما بين موضوعات وما بين تساؤلات طبعاً. بس عايز أقول الحلقة دي بتبقى بالنسبة لي مؤلمة عشان طبعاً. بس تبقوا فاهمين لعدة أسباب. السبب الأول، أنا بعيش مشكلة كل واحد، مش مجرد مستمع وبرمي ورايا. ودي مشكلتي دايماً في التعامل مع مشاكل الناس، بعيشها، مش بعيشها في اللحظة، أحياناً بعد ما أمشي مشغول بالموضوع. الأمر الثاني، في كثير من الأحيان بتبقى الحلول مش في إيدينا قوي، يعني في حاجات في طرف آخر مش موجود معانا، في كنيسة وإبرشية مفروض يبقى لها دور وإحنا مش بالضرورة نقدر نحركهم مع المشكلة. ولكن أنا شخصياً بميل دايماً، ممكن تلاحظوا، إن أي مشكلة بعممها، بحللها طبعاً بحولها لدرس، بحولها الموضوع عشان غيرنا ما يقعش في نفس المشكلة. ده حقيقي. فأنا تحت أمركم النهاردة في الدنت. عيش يا سيدنا، دايما منورنا. وقبل ما ابتدي، بس ناس كتير قوي بعتتلي على آخر مشكلة عرضناها الحلقة اللي فاتت، وأنا طمنتهم إنه سيدنا تواصل مع صاحبة المشكلة وجاري يعني في خطوات الحل. لا، تواصلنا مش بس مع صاحبة المشكلة، دخلنا في بداية الحلول للمشكلة بشكل معين. بالضبط. أخيرا كان اتصالين من النهاردة الجهتين عشان نعجل شوية بإجراءات لمساعدة صاحبة المشكلة. شكرك يا سيدنا، بالنيابة عن كل الناس اللي بعتتلي، بنشكرك على أبوتك وعلى حنيتك. وحقيقي رد فعلك يا سيدنا رد في البنت الروح، هي بعتتلي بعد الحلقة المرة اللي فاتت وقد إيه هي كانت فرحانة وحست إنه ليها ظهر، إن هي مش لوحدها في الدنيا. بشكرك جزيلا. كم الرسائل اللي بتبعتها بتعبر عن كده. ده حقيقي. طيب احنا هنبتدي بقى مع نيافتك في رسالة بتقول: مساء الخير، أنا متجوزة من 7 سنين، جوزي وحيد وبيشتغل شوية ويقعد شوية، وأهلي بيساعدوني وأهله بيصرفوا علينا وكتير بكلمه إنه يشتغل. أهلي ولا أهله اللي بيصرفوا؟ أهلي بيساعدوني وأهله كمان، يعني الاتنين بيصرفوا علينا وكتير بكلمه يشتغل. أنا معايا طفلين والظروف معايا صعبة، وأنا تعبت يا سيدنا مش عارفة أعمل إيه، ومتحملة كتير، وكمان هو بيشرب. هي ما قالتش هو بيشرب إيه، بس يعني واضح إنه هو متعود على حاجة معينة. وأنا تعبت ومش عايزة أحرمه من العيال وأغضب، قل لي يا سيدنا أعمل إيه وصلي لي كتير. هي طلبة مشهورة. ما هي للأسف حولها احتملي، يعني هي معاها أولاد، يعني دي مشكلة لما بيبقى ابن وحيد في كثير من الأحيان تحمل مسؤولية، ما بيترباش من صغره على تحمل المسؤولية. وأحيانا الأهل بيبقوا خايفين عليه قوي ومدلعينه قوي، والنتيجة أنه ما بتحملش مسؤولية، والدليل أنه ما بيشتغلش. ولكن العنصر الإيجابي أن أهله حاسين فبيدعمه، وفي المقابل أهلها بيدعمه. الزوج ده لن يغيره إلا الحب والتشجيع، ما قدامهاش غير أن أنت تقدم له حب وتقدم له تشجيع، لعل وعسى ان هو مع الوقت يتحمل بالمسؤولية. النقطة الثانية، انها تحاول انها تشتغل، يعني هي كمان ما تبقاش معتمدة قوي على مساعدة الغير، يعني مفروض هي تدور على مجال عمل يناسب ظروفها وحياتها عشان تبقى بتعتمد على نفسها، مش منتظرة ان هو يشتغل او ما يشتغلش. وبعدين هي قالت حاجة ان هو بيشتغل شوية ويبطل شوية، وده من هنا حتة التشجيع في الوقت اللي هو بيشتغل شوية دي تعمل له هيصة وفرحانة، تحسسه بيعمل حاجة كبيرة. طبعا يعني. تشجيع الإزادة، عايز تشجيع وعايز دعم نفسي عشان يحس انه ناجح، وعشان مقابل التشجيع هيحتمل شوية ويكمل في العمل، ما قدامهاش غير كده الحقيقة. طيب في رسالة تانية بتقول: أنا من سوهاج متجوزة من 15 سنة، فرق السن بيني وبينه 20 سنة. بتقول بقى: هو بخيل، شكاك،
بيحب يعيش في، هي بتقول كده يعني، في الحرام، بخيل لدرجة إنه ما بيحبش يصرف أصلاً على ولاده، وأنا في بيت أهلي من 10 سنين ما بيدفعش نفقة وأهلي هما اللي بيصرفوا علينا. سؤال بقى، ليه ما فيش قانون يحكم لي والأولاده بنصف أمواله؟ وهو اتجوز إنجيلي، يعني واضح إن هما أصلاً منفصلين وواخد تصريح أو معرفش، هو بتقول هو اتجوز إنجيلي وأنا واخد حل بالجواز من 5 سنين، بس مش ده المهم لأن ولادي تعبوا ومفيش حل نهائي ناخد حقنا منه، هو مرتاح مادياً، أعمل يا سيدنا؟ متوقعين إيه أهلها إن فرق السن 20 سنة؟ صح. كل بنت من بناتي النهاردة قلقة جداً من أي خطيب جاي فرق السن جدا 10 سنين. هنا أحد أهم الملامح لفرق السن هي قالتها، وده ملمح واحد، شكاك حس بفرق السن، هي صغيرة هو كبير في نظرها. هو معنى الكلام إنه تم الطلاق، تم الطلاق يا بنتي، أنت ملكيش عنده حق مادي كزوجة، النفقة تسقط بمجرد حكم الطلاق، إنما لولاده نفقة عنده، وأنت بتقولي إن هو مبسوط وما بيدفعش، في قانون يجبره على الدفع، فبنت محتاجة محامي يفعل أحكام النفقة، لأنه لو ما دفعش يتحبس. لما بتبقى متجمدة. وإحنا الحقيقة يعني الدولة اهتمت قوي، سواء في القانون بتاع المسيحيين أو القانون بتاع إخواتنا المسلمين، بتعديلات المواد الخاصة بالنفقة أو تحصيلها، بقت في إجراءات رادعة حتى على الجهة اللي هو بيشتغل فيها عشان تدينا بدقة اللي بياخده سواء ثابت أو متغير، وتوضع آليات في القوانين الجديدة ما يقدرش يهرب من تنفيذ الأحكام، لأن البديل هيبقى فيه حبس، وحبس متزايد. فعلى الأقل بنتي إلى أن يصدر القانون الجديد اللي فيه ردع لكل واحد مقصر في حق أولاده في النفقة، من فضلك أنت عايزة محامي يجري لك ورا النفقة، لأنه لو ما دفعش لازال في أحكام ضده لو ما دفعش. طيب رانيا أمين بقى، وأنا قريت اسمها عشان هي بعتلنا رسالة حلوة، بتقول مساء الخير، أنا بحب أهنيكم على البرنامج الرائع ده يا نانسي، وربنا يخليك لينا يا سيدنا وتعيش وتعلمنا. ألف شكر يا رانيا، ميرسي قوي، بنفتح بنفرح برسائلك. أول ما قلت هقول الاسم قلت إيه الموضوع، أنا ما قلتش أما يعني اللي بيشجعونا نشجعهم طبعا طبعا. طيب احنا معانا تليفون. الو الو. ايوه مساء الخير. مساء النور يا حبيبتي. انا مدام سمية. بصي حبيبتي، بنتي توفت من حوالي سنة ونص. لا سمعتي مش سمعاكي يا مدام سمية. بنتي توفت من سنة ونص. 10 شهور جواز، جوزها كان قاسي عليها جدا، هي كانت موظفة في البنك الأهلي وهو موظف بنك الأهلي، والجواز كان جاي في خلال 6 شهور. فمامته كانت مبهدلة بنتي، وبنتي كانت مخبية عليا. وبعدين هي بتقول بس انت بتقولي ان بنتك اتوفت من سنة. اتوفت من ايه بقى؟ كانت هي حامل، وبعدين راحوا يسافروا يعني. دي ام زوجة يعني. دي مامتها. انا مامتها. فهي لما راحت تصيف، مامته كانت ما بيعملش حاجة، لما بيشور مامته اي حاجة يتصل بمامته، فمامته كانت متدخلة في حياتهم، في اكلهم، في عيشتهم، كانوا لسه عرسان. فالمهم بنتي سافرت، راحت اسبوع يومين مصيف، رجعت بكورونا، نزلت حمام السباحة، مريم حبيبتي رجعت بكورونا. كان عندها 23 سنة. لما جت كشفت تبع البنك الاهلي في مصر الجديدة، قال لها الدكتور يا مريم انت جايالك الكورونا بسيطة، خدي العلاج. راحت لما اتصل بمامته قال لها دي جات لها كورونا وانا مش عارف اعديها العلاج، انا خايف على الولد. راحت لها مخصوص البيت، مسكتها ضربتها ورمتها على السرير، وخدوا منها العلاج، والبنت خبت عليا عشان لسه متجوزه والبيت ما يتخربش. هي كانت حامل؟ كانت حامل، وفضل لها اسبوعين وتولد. قال حكت لاصحابها وما حكت ليش. فانا قلت لها يا مريم، انا رحت لها، المهم انا عييت منها، بنتي حالتها يعني اتباظت خالص، خبوا عليا ان هي ما بتاخدش العلاج مامته، وهو هي كانتش بتحبها، ما كانش ليه كلمة في البيت، ما كل حاجة ماما ماما ماما،
البنت اتوفت بقى لها سنة ونص 10 شهور جواز يا سيدنا، انا مديونة حاجة بنتي ما فرحتش حاجتها زي ما هي، رمى الولد ابنه واخد حاجتنا وانا مرجع على كمبيالات وشيكات، انا هتحبس يا سيدنا. وهو مبسوط مش وعنده شقته في الرحاب حوالي 3 مليون، والنفقة طلعت لابنها جايتن 800 جنيه. وقام بالزعلان عليها، مسحها من على الواتساب، قلع دبلته، ما جاب لهاش الكفن يا سيدنا، ما جاب لهاش الكفن يا سيدنا، وراح مسك على مسحها من على الفيس، ومسحها من على الواتساب، وطلع بني ادم مش كويس، انا ما اعرفش اعمل ايه، والولد سايبه، النفقه طلعت 800 جنيه وعمال يزور في اوراق وزمايله في البنك بيساعدوه. قول لي اعمل ايه في حاجتي اللي لسه بنتي ما فرحتش بيها يا سيدنا؟ اولا البقية في حياتك يعني احنا نعزيكي فقدان بنتك في السن الصغير، وسابت ماتت 23 سنة وتحملت المحادي وسابت الابن. انما انت بتتكلمي دلوقتي على حاجتين، انا على الاسوأ على بنتي وعلى الاسوأ على ابني، معلش وعلى يعني وعلى الضرب اللي يضرب بنت مراته، فانا بقول ليه عمل فيها كده؟ ما كانش دخل بيتي، الله يرحمه، ضيعني مني عروسة زي القمر يا سيدنا، ما فرحتش ببنتي وراحت مني في ثانيه. طيب اسمعي اسمعي طيب سيدنا، وطبعا انا مقدره جدا جدا مشاعرك وربنا يعزيكي. ما قدرتش تضربها، انت ستي عندك ولاد بتضربي ليه؟ انت كنت فرحانه يعني، ناس بيتصلوا بيها عايزين ياخدوا حقتي عشان انا هتحبس امرضي على كمبيالات، تقول لك انا مش هديها الحاجه وهجوزها على الحاجه، واحنا ما صدقنا خلصنا منها. والاب الاعتراف بتاعهم في الزاويه اسمه ابونا فشوي، هو ساكن في شارع 9. ابونا فشوي قال لي ساكن فين والاسم يعني، اتفضلي. بس حبيبتي ابونا فشوي قال لي احنا، انا محامي قبل ما اكون اب اعتراف وانا اب كاهن، انا بقول لك عايزه تاخدي حاجتك، اتنازلي على الولد ومديك على ورق وتعالي خدي حاجتك. يعني هم عايزين الولد اصلا؟ هم عايزين الولد عشان انا ما بشوفهوش يعني، انت حرمتني من ابني ومن بنتي وتحرمني من حفيدي، طب حرام. بس هو مش مستحقش، هو هيتجوز، وما هو اصلا كان عارف حد عليه. سيدنا كمان ايه سيدنا؟ طب اسمعي سيدنا يا حبيبتي. بص حبيبتي انا في عدة امور، الامر الاول انا مش عايزك تنشغلي كثيرا بسوء تصرفهم مع بنتك في مرضها، ومش عايزك توتر العلاقة بينك وبينهم أو بينك وبين الكنيسة اللي بترعاهم، وهقولك ليه. أي حاجة أنت عايزها تاخدها بهدوء مش بمشاكل، فحافظي على علاقة طيبة إن لم يكن معاهم على الأقل مع الكنيسة اللي ممكن تتوسط. نمرة اتنين، أي حاجة في بيت الزوجية هي في النهاية في حالة وفاة أحدهما تقول للطرف الثاني، يعني ما بعد الزواج ما بقتش حاجتك، حتى رغم أن أنت اللي دفعت ثمنها، بقت حاجة الزوجين، وفي حالة وفاة أحدهما تقول كل ممتلكات الزوج للطرف الآخر طالما بينهم ولد، محدش بيورث، محدش بياخد حاجة. الحاجة تالتة اللي أنا بس عايز أنور لمبة حمراء، النهاردة أنت وفقا للقانون الحالي أنت حاضنة. بالضبط بالقانون. في القانون اللي جاي هتبقى الحضانة للأب بعد الأم. في القانون الجديد للأحوال الشخصية مش هتبقى الحضانة لأم الزوجة، هتبقى الحضانة للأب مباشرة اللي هو الزوج. فأنا أخشى إن القانون ده لو خلص في خلال سنة أو أكتر بالقانون هياخدوا الولد، الطفل ده هيبقى مع أبوه. وزي ما أنت النهاردة هم تعبانين في التعامل مع ابنهم، أنا أخشى إن أنت تتعبي أكتر في التعامل مع حفيدك. عشان كده نصيحتي النهاردة ننسى ما هو وراء ونمتد لما هو قدام، الكتاب المقدس بيقول كده، أنسى المشكلة وامتد لقدام في علاقة طيبة
عشان الولد اللي اتولد يتيم غلبان ده يتربى في مناخ طيب ما بين جدته ما بين والده ما بين جدته لوالده. فنصيحتي ما تصعديش الأمور وخليك حريص على حفاظ علاقة طيبة. العفش لا عفش محدش يقدر ياخده. النفقة وفقا للحكم المحكمة هو اللي بيحصل انه بيبعته لجهات العمل بيعرف المرتبات ايه. جايز النفقة دي تتغير مع الوقت لما نعرف مزيد من دخل هذا الشخص. انما في المرحلة دي انا رأيي تحافظ على علاقة طيبة مع الشخص ومع الكنيسة عشان لو بكرة حصل متغير ما تعانيش هي. يعني هما كمان داخلين مع بعض في فكرة عند هتتنازلي على الولد هنديكي الحاجات بتاعتك عشان ما تتحبسيش. ففكرة المؤايدة دي تتعامل معها ازاي؟ اصل المشكلة اللي بيبقى عنده الطفل بيتحكم فيه وبيتعب الطرف الاخر. انا بعمم ما بكلمش على المشكلة دي في حد ذاته. ويبقى الطفل وسيلة للضغط على الاخر من اجل حاجات ربما قانونية او غير قانونية. والقضاء بقى بيحتار قضايا رايحة وجاية والوحيد اللي بيكسب في القضية دي المحامين. فأنا رأيي إن هي تحافظ على علاقة طيبة من أجل سلامة الولد ومن أجل المستقبل، لأن الولد بالقوانين الجديدة هيبقى مع أبوه مش مع جدته. تمام. طيب في رسالة بتقول أنا حماتي متعبة وبتسخن جوزي عليا وخليته ياخد الذهب بتاعي بدون علمي ومخبياه عندها وعملت مشاكل كتير وبتتكلم كلام خارج وبتجيب ذهب هي وبنتها وبتغزني بيه، اعمل ايه؟ اكسبي حماتك. تعمل ايه بقى؟ اكسبها. هي بصي يا جماعه دايما بنشتكي من حماتنا، والحما دايما في بينها وبين مرات ابنها حاجز من ايام الخطوبه، وانا شرحت الكلام ده كتير. ده حقيقي. فهي من ايام الخطوبه خطف الواد ولاد ما بعدش يشوف مامته ولا مهتم بشغله ولا مهتم بدراسته، فبيبقى بيتكون حاجز مبكر. فدايما اقول للبنت خليكي شطوره، اكسبي حماتك في فتره الخطوبه، اهتمي بيها، دلعيها، اتصلي بيها كل شويه. وفي نفس الوقت ما بعد الزواج عاوزه تكسبي جوزك اكسبي اخته ثم امه. وبقول اخته ليه؟ هتأثر على مامتها. لا لأن أحيانا خصوصا لما تبقى الأخت مش متزوجة بيبقى تأثيرها على أخوها كبير والغيرة منها أكبر. فبنصح دايما لما يبقى ليه أخت مرتبطة بيه اكسبيها على قد ما تقدري واكسبي والدته، هتعيشي في سلام معاه. ما قدامهاش غير أن تكسب حماتها، ده الحل الوحيد، مش غير كده. طيب في رسالة تانية بتقول أنا متجوزة بقالي سنة وكم شهر بس منفصل عنه، اتضربت منه 3 مرات ضرب بيموت، واخر ضربه جالي نزيف وقال عليه لخبطه هرمونات، ومطلع ان السبب في قله الخلفه بسبب الغده وهو السبب، ومش عاوز يعمل التحليل وبيقول عنده القلب، وقريبه قال ان ما عندوش، وكمان عينه مش مليانه يا سيدنا وبيبص بره وبيقارن بيا بدي ودي، وحاسه انه واخدني علشان اهله وعلشان يعني شهوته. ومش بس كده، وانا مش بتاعه بهدله، واصلا بيجي عليا كتير عشان اهله هم لاغين شخصيته وهو عاوزني امشي على هواهم، وانا جبت اخري في حاجات كتير قوي، وكمان عامل عليا راجل وعلى اهلي وضرب اخويا. انا كنت في غيبوبه ايام الخطوبه واتخدعت بالمظهر انه خادم. ضرب اخوها في الخطوبه ولا في الجواز؟ ضربه في الخطوبه. أنا كنت في غيبوبة أيام الخطوبة واتخدعت بالمظهر إنه خادم وشماس، لكن عند أهله مش بياخد موقف عشان بتنازل كتير، وأنا عشان بتنازل كتير أخدت على دماغي، ولما بيتعصب يقعد يلطم ويقول كلام مش بيحس بنفسه خالص، وأنا عاوزة أنفصل، والكهنة تبع البحيرة عاوزين يصلحوا وهو عايز يصلح، وأنا مش عاوزة أرجع خالص لأني تعبت واتبهدلت ومفيش ثقة خلاص للأسف، ومحدش حاسس بيا خالص، كل همهم ان البيت يرجع وخلاص، ارجو الرد ضروري. طبعا لما تقول ان كهنه البحيره عاوزين يصطلحوا لازم ناخد كلامهم بالاحترام وبالتقدير. طبعا. لانه مش في كل الحالات هقول ابونا ليه بتعمل كده. لان ربما ابونا له رؤيه شامله للموضوع
وبيتعامل مع أطراف المشكلة ككل. فأما أبونا بيقول نستلح، لازم أضع ده في الاعتبار. دي نمرة واحد. إنما أنا برضو عايز أحلل المشكلة شوية. كتير من ولادنا يقولوا ده خادم وشماس. ده شماس. أنا عايز أفصل ما بين الانتظام في العبادة أو الخدمة والطباع. يعني ممكن إنسان متدين بطبعه إنما بخيل، إنما عصبي، إنما شكاك، فبلاش أنخدع بكونه خادم أو شماس. حلوة، الكلام ده كويس قوي. هقولها تاني. الخدمة والشماسية ده نوع من الانتظام في العبادة، إنما دي إيه علاقتها بالطباع؟ ده هو شماس ممكن يتعاركوا مع بعض عشان مين اللي هيقرأ الإنجيل ومين يقول المرد الكبير. صح. فالطباع دي بالمعاشرة. وأرجوكوا بلاش فكرة إنه خادم ولا من عيلة، يعني كل ده أحطه على جنب، أقدره إنما أتعايش وأتعامل عشان أعرف طباعه تناسبني ولا ما تناسبنيش. طيب، في فترة الخطوبة ظهرت طباعه، وصل بيه الأمر إنه يضرب أخوها. أنا مش عارف كملت إزاي. ضرب أخوها امبارح، هيضربها بكرة. صح، وده اللي حصل. فأنا بلومها وبلوم أهلها. يا جماعة، الخطوبة وعد بالارتباط، وعد بالزواج، وعد غير ملزم. الهدف منه اكتشاف طباعنا المتبادلة وإمكانية التعايش مع الطباع. ليه انتم مصرين ما دام في خطوبة يبقى يليها زواج؟ ما دام احنا شايفين الطباع غير متوافقة، وفترة الخطوبة اللي المفروض العلاقة دافية ولطيفة ورقيقة يحصل فيها ضرب، يحصل ضرب بعد الجواز هيبقى مجزرة. صح، دي نقطة. النقطة الأخرى في موضوع الضرب ده، لازم أفتش عن أبعاده. هل ضرب مرضي وراه بعد مرض نفسي، ولا وراه ظروف طلعته من شعوره؟ أنا شايف إنه وراه بعد نفسي، لأنه بيلطم وقال. أيوة، برافو عليك، أنت بقيت خبيرة نانسي، خلاص خدت الخبرة مني. لا صحيح. فهو اللي لما بعد ما يزعق ولا يكسر ولا يضرب يعيط ويلطم، في بعد نفسي. فأنا أوافق إن الآباء يسعوا إلى الصلح، بس بقى نصيحتي للآباء في أبروشيتي وبره أبروشيتي، أبونا من فضلك لا تستخدم المسكنات، أبونا من فضلك لا تتعامل مع النتائج، أبونا من فضلك فتش عن الأسباب. فلما بتكلم إنه ضرب، أعرف أسباب الضرب، ما جاش زي البنت الوحشة، أفتش، يبقى هعالج الوحشة اللي فيها. وجايز ضربه ده مرضي، يبقى أنا هوديه لطبيب نفسي أو طبيب معالج يتابع العصبية بتاعته دي، نشوف أسبابها المرضية إيه، نعالج السبب، نصالح. ادينا مسكنات، أبونا بعد شهر واتنين هترجع للمشكلة تاني. يعني قصد نيافتك إنه أنا ما أجبرهاش إن هي تروح تقعد معاه. لا، في خطورة، لأن كده ممكن يضربها المرة الجاية، عمل لها نزيف المرة الجاية ممكن يعمل لها عاهة. في خطورة يا نانسي، ما أقدرش أقول يا أبونا وديها وهو ضاربها معورها وفي تاريخ للضرب سابق للزواج. أبونا عالج أسباب المشكلة الأول، أنا بشكرك إنك عاوز تصالح، بس عالج أسباب المشكلة، اعرف أسباب العصبية اللي عنده إيه، وأنا شايف إن فيها بعد نفسي من خلال المظاهر اللي احنا شايفينها. تمام. طيب، احنا معانا تليفون. الو الو، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، اتفضلي. إيه سيدنا معايا؟ طبعا حضرتك، اتفضلي. ازيك يا سيدنا؟ انا مش مصدقه اني بكلم. انا اخد بركه ليه؟ الله يخليك. علي صوتك. انا مبسوطه قوي، مبسوطه قوي يا سيدنا اني بكلم. شرف ليا حبيبتي، اهلا وسهلا. من زمان يعني نفسي اكلمك وقبل نيافتك. أنا أخذ بركة، أخذ بركة، ربنا يخليك لينا. أنا من طنطا يا سيدنا. من طنطا؟ فضل. ومتجوزة بقالي 16 سنة. وأنا مدرسة. مدرسة؟ وهو كان معاه دبلوم.
وانا وافقت بيه عدم لوم. ماشي انا وافقت بيه لان بابايا كان منفصل عن ماما. بس تولي بالك عليا تولي بالك عليا مدرسه المؤهل جامعي يعني. اه اوكي هو متوسط. انا عامله ملف يا ابو يا سيدنا في المجلس بقاله 3 شهور. 3 شهور بس محتاجاك توقف معايا. اه انا ماليش لا اب ولا اخ ولا حاجه يعني. هو خان يعني انا اقول لنفسك الملخص ولا احكي؟ مفيش داعي يا حبيبتي ما دام من طنط قابليني يوم الخميس على طول. طيب اجي لنفسك يا سيدنا. انت مدرستك بتخلص الساعه كام؟ يعني الساعه 12 كده. تعالي لي على الساعه 1 في البطرانيه على طول. شفتي الموضوع سهل ازاي؟ ولا تقولي قصتك في التليفون وبتوع طنطك الام هيسمعوك دلوقتي اكيد. ايوه. لا يا حبيبتي انا ليكي تعالي لي الساعه 1 يوم الخميس. اه ممكن يكون مالكيش اب ومالكيش اخ لكن سيدنا يعني فعلينا. ابوكي وان شاء الله هيقف معاكي ويسندك. انا واثقه انا واثقه في ربنا لان انا حلمت على فكره يا سيدنا بقديسه قالت لي روحي لسيدنا هو هيحل لك مشكلتك. فانا بتصل النهارده ومش متوقعه ان حد يرد عليا. انتوا عارفين ان انا فربنا لا استني استني احنا بس. بنرد على كل الناس يعني. انت في طنطا عارفين ان في العزاء يوم الجمعة قبل العزة أو بعد العزة أي حد عايزنا بيقابلني. فكنت جيت قابلتيني مباشر ومع ذلك أنا سعيد الناس مع صوتك والناس كلها اللي بتشوف دلوقتي بتشوف قد إيه بتوع طنطا ناس طيبين. فتعالي لي تشرفينا حبيبتي الساعة 1 يوم الخميس على طول. ما نحرمش من تمام كده؟ إن شاء الله مشكلة. ما نحرمش منكم. شكرا شكرا يا فندم. العفو العفو حبيبتي العفو. احنا بنرد على كل الناس عشان ما حدش يزعل. اللي بيتصل بنرد عليه صدقوني حتى لو ما دخلش في الحلقه المره دي بناخد رقم تليفونه وبنتصل بيه في الحلقات اللي جايه عشان الناس متضايقه قوي ان احنا عندنا حاجات كتير ومش بنلحق نرد عليها. طيب في يا سيدنا رساله بتقول سلام يا سيدنا انا جوزي قال لي انه بيكلم واحده هو اللي قال واعترف لي بمشاعره وكان قعد فتره بعيد عني بس ثقتي فيه خلتني ما افتكرش في حاجة زي كده. وهو لما اعترف لي بالموضوع بيقول لي خلاص هي اتخطبت والموضوع انتهى وحاليا هو بيتعامل معها تقريبا معاملة يومية في شغل ما بينهم وانا حاليا ما فيش ثقة تعبانة نفسيا كل ما يكلمها بتضايق انه لما بيكلمها بيخبي عني او بيخدعني وبتقول يعني انا حاسة انه ممكن يكون بيكلم شخص اخر بس اكتشفت انه بيكلم نفس البنت دي وبيمسح المحادثة اللي ما بينهم حاليا بشك فيه على طول وكمان هو رافض ينهي الكلام معاها بسبب الشغل اللي ما بينهم اعمل ايه؟ هو كويس انه قال لها بس هو السؤال هنا هل هو راح قال لها من نفسه ولا قال لها لما بدأت هي تقول انت بعيد ليه وهي حست بحاجة او شافت حاجة فسألته تفرق. لو هي اكتشفت فهو قال لها ده شيء وقال لها نفسه يعني هو ضميره بيبكته بين الحين والآخر فاتكلم معها. دي اول ملاحظة. تاني ملاحظة يعني كنا ما كانتش متجوزة فما تقلقيش يعني معناه العلاقة بينهم يعني هتبقى في حدود. انما انا ما يقلقني عدة امور وما اقدرش اخبي ده. اول امر انها يعني في عمل مشترك وفي مشاعر سابقة بالظبط فالمشاعر هتزيد مع التعامل وبعد الزواج ممكن العلاقة تزيد. اه خلينا بقى واضحين من غير تفاصيل يعني. النقطة التانية اللي بيقلقني في الموضوع انه لما بيكلمها بيخفي كلامه يعني عن زوجته بيمسح المحادثه بيمسح كلمه المسح المحادثه يبقى ايه اللي فيها غلط؟ طب ما انت هي عارفه انها بتشتغل معك بتمسح ليه؟ تمسح ليه؟ اذا كان كلام شغل بتمسحه ليه؟ عشان كده انا رايي بنتي دي بتلجا للكنيسه بسرعه لأن الأخ ده كونه جه في وقت اتكلم يعني ضميره بيتحرك إيجابيا بين الحين والآخر فجايز برعاية الكنيسة واهتمام أب كاهن بيه يفوقه ويرجعه عن الطريق. وأنا رأيي الخاص لا حل إلا الابتعاد نهائيا عن مجال العمل يعني يبعد عنه
يعني بس بقول عشان أبونا اللي هيخش في الموضوع. طالما في مشاعر بينهم تعاملهم اليومي هيولد مشاعر أكتر، مش هيقدر هو يقاوم، بل بالعكس هيتورط. فأنا بس بدي الضوء لأبونا من خبرة التعامل في مثل هذه الحالات، لازم أفصل هنا، لازم نبعد عن مصدر الضعف. ففي تعامل لا في مشاكل، يبقى نبعد. فهي طبعا مش هتقول له كده لانه مش هيسمع لها والموضوع هيتوتر. انا بس مش قادر اطمنها قوي واضحك عليها، انا مش كده، انا بموضوعيه بحلل الموضوع. فانا رايي بنتي كونه بيخفي كلامه معاها، كونه بيمسح المحادثات، كونه في عمل يومي بينها وبينه، كونه كان في مشاعر قديمه، الموضوع هيستمر، الموضوع هيزيد. انما في ضمير حي بسبب انه اتكلم قبل كده، يعني مش مرتاح، يجي منه يعني انه ممكن منه يسمع، عايزه تدخل الكنيسه. تمام. طيب احنا معانا تليفون. الو. الو. ايوه مساء الخير. مساء النور. كيف زمان؟ اهلا بيك. نعم. ممكن علي صوتنا بس شويه؟ زين يا اختك مبوزة. اهلا وسهلا. انا كنت مخطوبه. ايوه. بقالي سنه وست شهور او خمس شهور كده. انت شكلك صغننه. اه شكلك عندك كم سنه؟ 21. صغير. 21. اوكي. كنت مخطوبه مده قد ايه يا بابا؟ سنه وكم شهر كده. اوكي. وبعدين؟ كنت مستنيه سنتين في الجيش. لا صوتك مش سامعاه. مستمعه على مهلك. كنت بتتكلمي وعلي صوتك. كنت مستنيه سنتين في الجيش، ما كانش لسه خطبني. استنيته سنتين. هو كان انا اعرفه من الكنيسه. اوكي. تعرفيه من الكنيسه؟ هو حد يقرب لنا شويه، يعني العيلتين يعرفوا بعض. تمام. فجه حصل ظروف في الخطوبه وكان وفضلنا، لما كان يحصل حاجه كنت اقول له سيبني سيبني. لما كان يحصل حاجه كنت بتقولي له ايه؟ سيبني سيبني. لما هو مش عاجبه اسلوب الطريق بابا ومعامله يعني بابا، يعني لما يحصل حاجه زي ايه؟ يعني يتعصب، يعني يتعصب، او مثلا بابا ما عملوش معامله كويسه يقول له، يقول لي هو بيعاملني كده ليه؟ فاقول له لو مش عاجبك سيبني. انت بتقولي له كده على طول يعني؟ فهو فضل المشكله دي. طب بتقولي، اسمعيني يا حبيبتي، ليه بتقولي له كده؟ هل انت هو مش انت مش يعني مقتنعه بيه قوي؟ لا انا بكون واخداها على حب. أنا عن حب أربع خمس سنين. طب منين بتقولي له كده؟ حب عيال يعني. فرجع بعد كده، يعني حصل ظروف، رحنا الدير وفي أب راهب شافه، فيعني حوالي كان حد عمل له حاجة عشان ما يشدنيش يعني، أو يمسك في الكلمة ديت فيسيبني. لا استني استني استني، أنتِ بتقولي إنه في حد قال له إنه حد عمل له حاجة علشان ما يحبنيش. ورحنا الدير ولقينا أب راهب شافه مرة واحدة ومسك إيده جامد وصلى له. وبعدين وصلنا له ورجعنا بقينا تمام. ده عشان ما يحبكيش ولا عشان انت اللي ما تحبنيش؟ عشان ما يحبنيش، هو اللي ما يحبنيش. ورجع من فتره. هو لسه واخد الذهب بتاعه من قيمه شهر. فرجع من فتره، انا كان في ضغط عليا من البيت من قيمه ان هو ما بيجيبش الزياره وظروفه صعبه، لسه خارج من الجيش. الصوت وحش. استني بس، هو خد الذهب بتاعه من شهر. يعني انتوا اصلا سبتوا بعض كده وخلاص وفركشتوا الموضوع؟ سؤال، هو في كان بحضر خطوبه وخطوبه رسمي ولا لا؟ لا واضح انه لا. طيب وبتقولي بقى ايه اللي حصل في الجيش؟ هو كان انا ظروفي كانت ضاغطين عليا في البيت من قله ان هو ظروفه كانت وحشه، هو لسه خارج من الجيش ما بيجيبش زياره. طيب وبعدين؟ بيجيب في العيد نص اللبس والكلام ده، فانا اتخانقت معاه بسبب الفلوس. يعني انت كان عنده مشكله ماديه يعني؟ هو شافني واحدة مادية وان انا ما وقفتش جنبه، وهو خدها على كرامته قوي. يعني ايه تقف جنبه؟ مطلوب منك ايه؟ انا دلوقتي هو بيحبني وانا بحبه وعايزين نرجع، بس هو رافض عشان كرامته، يقولي انت انت كرامتي. يعني انت هو عايز يرجع لك ازاي وعمال يقول لك انت ايه اللي عايزاه؟ مش هو، هو بيقول لي حتى انا لو بحبك مش هرجع لك عشان انت انت كرامتي. وانت بقى انت متضايقة؟ انا متضايقه جدا، لان ده انا يعني انا معاه بقى لي حوالي 5 4 سنين. طب انت شايفه ان هو مناسب ليكي؟ انت شايفه ان هو مناسب ليكي؟ ايوه. هو بيشتغل ايه يا حبيبتي دلوقتي؟ شركه ادويه. انت بتشتغلي؟ لا. هو مؤهله ايه؟ دبلوم. وانتي؟ وانا دبلوم.
بص يا بنتي عاوز اقول لك على حاجه. اتفضل يا سيد. الشاب هو اللي يجري ورا البنت مش البنت اللي تجري ورا الشاب. صح. اقولها تاني. الشاب هو اللي بيجري ورا البنت وبيبقى مش قادر يستغنى عنها. مش البنت اللي تجري وراه. لو انت حتى انك تجري وراه حتى لو تم الزواج هتعيشي تعيسه. تاني. لو انت اللي هتجري وراه وحتى لو تم الزواج هتعيشي تعيسه. هيتلنه دايما يعيرك يقول لك انت اللي كنت بتجري ورايا. صح. كونه هو مش عايز مش موضوع كرامه، ربما في اسباب اخرى. انتوا لكم مده طويله بس انا عايز اقول كانت البدايه مبكره زياده عن اللزوم، ارتبطت بيه في سن صغير ودايما الارتباط في السن الصغير ما بينتهيش بجواز. واذا انتهى بجواز بينتهى بجواز فاشل. لان ده مش سن اختيار ولا سن تحكيم العقل في الاختيار. فانا نصيحتي يا بنتي هو اللي يجري وراكي وما تجريش وراه لان النتائج هتبقى وحشه جدا في المستقبل. على فكره انا عايزه اقول لك على حاجه، انا مقدره جدا مشاعرك ومقدره جدا انه لما بنت بترتبط بشاب في سن صغير والفتره طويله بيبقى صعب عليها ان هي تخرجه من دماغها، بس لمصلحتك وعشان تعيشي حياه سعيده مش تعيسه ده مش مناسب ليكي. على الاقل في المرحله دي. ده حقيقي. هو اللي يجري وهو اللي يدور وهو اللي بقى عايزها. لانه هيرتبط بيها وهتبقى مشاعره مع حد تاني. صح. وانت ما ترضيش. هقولها تاني. هيرتبط بيها لو ما كانش عنده مشاعر عميقه تجاهها ومش قادر يستغنى عنها، هيرتبط بيها ومشاعره هيبقى مع حد تاني. سمعتي كلام سيدنا؟ يا ريت تسمعي الاجابه على سؤالك ده تاني بالراحه كده في هدوء. وفكري في الكلام مرة واثنين وثلاثة لأنه ده لمصلحتك. شكرا يا سيدنا. العفو. شكرا يا أستاذة نانسي. شكرا شكرا ليكي. أنا مبسوطة قوي إنه كمان البنات الصغيرين بيكلمونا يا سيدنا. يعني دي ثقة كبيرة قوي وغالية. لا هو الولد بيتهرب والبداية لما خد الذهب وبتاع هو بينهي علاقة. صح. ده حقيقي. طيب في بقى رسالة بتقول أنا عندي مشكلة أنا وجوزي بسبب أخته ومامته. دايما بيحرضوه عليا وبسمعهم من شقتي واخته قاعده معانا في البيت وهي بتقول بتطلق على غسيلي مويه مش نظيفه من البلكونه وهي قاعده في الدور اللي فوق مني وهو شايف بنفسه ومش عايز يقتنع ان اهله وحشين. انا سبت الشقه وقاعده عند بيت اهلي وبروح اسبوع كل شهر. اول ما جوزي بينزل من السفر هو بيقعد شهر وينزل اسبوع واحد، لكن اخته مش سايباني في حالي وبتحرض حماتي عليا وتعبت جدا ومش عارفه اعمل ايه. حللني يا سيدنا، انا بدعي عليهم من حرقتي منهم ودلوقتي في خلاف بيني انا وجوزي ومتجنبني بسبب اني اتجنبتهم ومش بنزل عندهم خالص بسبب ان اخته قاعده تحت مع امه دايما ومش سايباني في حالي ومش عارفه اعمل ايه. تنصحني ايه بايه يا سيدنا؟ وانا ارجوكم ردوا عليا، انا تعبانه نفسيا بسبب الموضوع ده. مشكله متكرره. مشكلة متكررة. أولا بيت عيلة والنتائج السلبية بتاع بيت العيلة. مشكلة متكررة إنها مش قادرة تكسب أخته ومامته. كسب الأخت والأم هو كسب للزوج. ومش هتقدر تكسب جوزها في عدم وجود علاقة طيبة مع مامته وأخته. وأنا شايف حد حكيم يبني العلاقة بين أخته وبينها الأول. أهم حاجة هي الأخت هنا في المرحلة دي الحقيقة. وكون اخته موجوده في شقتها فوق يعني متزوجه يعني مش مستقره فكسبها اسهل. يعني كسبها اسهل لو هي مش متزوجه وكبرت بتبقى في بعض المتاعب النفسيه هنا او غيره يعني. فكسب الام والاخت ده شيء ضروري. النقطه الثانيه هي بتقول هو بينزل الاسبوع كل مده. فهي قاعده عند اهلها وبترجع له الاسبوع لما يبقى موجود. بس على الاقل وهو غايب تبقى في مكالمات طيبه ومعاملات طيبه بالتليفون. وهو لما يجي يعني عايز ايه؟ تبقى مصدر سعاده ليه مش عكنانه. يعني ما تروحش بقى تبقى نكديه واختك وامك مش هينفع. تتجاهل اي حديث عن مشاكلها مع والدته ومع اخته في فتره وجوده الاسبوع اللي بيقعدوا معاه. فنمره واحد تكسب امه واخته على قد ما تقدر، نمره اتنين الأسبوع اللي بيجيه يبقى
تحاول تساعده بكل ما تحمل الكلمة من معاني. نمرة ثلاثة، على مدى الشهر اللي هو غايب فيها أو المدة اللي غايب فيها تبقى دائمة الاتصال بيه بمشاعر طيبة. طيب هي محتاجة كده حد حكيم يتوسط ما بينها وما بين حماتها. يا جماعة أبي كه يبدأ مع الأخت الأول. تمام. أنا رأيي كسب الأخت هيكسب الأم. تمام. طيب سلام ونعمة، أرجو توصيل رسالتي سيدنا أمبابولا. مشكلتي تتلخص إني اتجوزت من 12 سنة واكتشفت بعد الجواز إن جوزي مريض نفسي، ولإني حبيته كنت بديله الدواء بنفسي، لكن عدى عليه ظرفين عملوا معاه انتكاسة، وهو موت والدته وأخوه اللي كان متعلق بيه، والموت المفاجئ ده من بعدها فقد قيمة الحياة وبطل ياخد الدواء، وده تسبب في إنه فقد شغله وأصبح يشك فيا لدرجة إنه شاف فيديو على الإنترنت إباحي وافتكر إنه الشخص اللي فيه هو أنا، وكان مسافر برا مصر كسر هناك حاجات في الشارع فرحوله ومنعوه دخول البلد مرة تانية، البلد كانت إيطاليا، وسيدنا أسقف الإباراشية على علم بالمشكلة رجع وتعدى عليا لدرجة إنه كان هيقتلني بالسكينة قدام ابني اللي كان وقتها عنده 6 سنين لولا صويتي وتدخل الجيران، واستغل فرصة إني كنت عند ماما ونزل عفش الشقة كله اللي كنا ساكنين فيها في القاهرة لبيت بابا في الصعيد، وده كان من 2018، ومن ساعتها هو في بيت بابا وأنا في بيت بابا، مش بيبعت مصاريف ولا بيهتم بابنه، أنا اللي أوقات بخلي الولد يروح يزوره عشان ما يحسش بأي نقص وسط أصحابه أو أي مشاكل ما بيننا. سؤالي بقى، هو ممكن أحصل على بطلان زواج بسبب أنه كان مريض نفسي وما زال، بس زاد المرض عليه وما قاليش، ولا هيكون طلاق للجنون، ولا إطار علاقتنا هتكون إيه؟ وشكراً لسعة صدرك يا سيدنا، في تفاصيل كتير للمشكلة مش هينفع تتكتب، أنا قلت العناوين العريضة، وهي سايبة رقم تليفونها وبتقول أنا حاسة أنه أبونا هنا مش راضي يتدخل، حاسس أن تدخله مش هيجيب نتيجة لأنه بجد مريض نفسي وممكن يسمعه كلام مش كويس، مش بس هو ووالده كمان، بس هي كاتبة اسم الكنيسة اللي هي تبعها ورقم تليفونها واسمها. شوفي، هو مريض نفسي وهي كان بتديله الدواء ده شيء كويس منها، بس كانت لازم تبقى عارفة المرض إيه ونتائجه تبعاته مع الوقت هيبقى إيه. لأن الأدوية ما بتعالجش في بعض الأمراض النفسية، هي بتحجم مظاهر المرض، أو يعني فكان لازم تعرف التفاصيل شوية. أنا ما أقدرش الله أعيش معاه أبداً، لأنه وصل لمرحلة أنه كان هيقتلها، تعيش معاه إزاي وهو نفسه مش عايز يعيش، وعايش مع أهله وساكت وخلاص وهي عايشة في حتة. هي بتقول هل ممكن أن أنا، هي بتفكر في الانفصال في المحكمة. الانفصال في المحكمة من خلال المرض النفسي مش هتقدر لسببين. السبب الأول، وده يعني إثبات الممرض نفسي سابق للزواج، مش هتعرف تثبت ده إلا إذا جابت روشتات قديمة قوي من بدايات زواجها، مثلا جابت تقرير من الطبيب المعالج بأمر النيابة أو أمر المحكمة، الطبيب مش هكتب حاجة لازم قرار المحكمة، يقول إنه عنده كذا والمرض ده بيجي في السن الفلاني فيؤكد إنه سابق للزواج. فده النقطة الأولى اللي مش هتقدر تثبت. النقطة الثانية، مدة الزواج. احنا بنقول بطلان زواج للمرض النفسي بنحط مدى زمني معين حسب في القانون، انه في خلال المدة دي هي تروح تقدم طلبا لبطلان الزواج في المحكمة. كونها هي ما قدمتش يبقى عارفة المرض وتبعات المرض ومتعايشة مع المرض، يبقى بطلان منين؟ فوتت المدة الزمنية، فهتبقى المدة عدت. طيب هي دلوقتي قدام مشكلة عايزة حل، بمعنى كنا بتقول عايزة بطلان يعني معناها عايزة تنفصل عنه، يعني ما أنا عايزة تصحيح زواج. هنا نقطة محددة، هل يا بنتي بتفكر في جواز تاني؟ لو بتفكر في جواز تاني هنمشي في إجراءات، لو ما تفكريش في جواز تاني خليكي زي ما أنت، على الأقل لك حقوق عنده كزوجة وابنك له حقوق عنده كابن في المرحلة دي، يوم ما تخش محكمة حقوقك هتروح، ما لكش حقوق عنده، فممكن يبقى ليكي نفقة، ممكن ليكي أي حاجة تقدر تاخديها بالقانون وانتم منفصلين.
طيب لو هي عايزة تتجوز تاني مش هتقدر تبطل زواج، انما احنا مقتنعين انا وانت انه في بطلان زواج بالظبط، انما في نظر القانون لا مش هيديها. فتروح الاول للمجلس الكليريكي المختص اللي هي في الدايرة بتاعتها في المكان بتاعها، فتروح للمجلس الكليريكي المختص انا ظروفي كذا، ويفتحوا لها ملف لو وعدوها بتصريح زواج ممكن تلجأ لسبل أخرى لفك العلاقة الزوجية زي تغيير ملة وتبدأ تطلب خلع، يعني السكة التانية دي موجودة لسه لأن القانون الجديد لم يفعل لسه، بعد القانون الجديد مش هيبقى الكلام ده موجود. فهي بس تاخد وعد من المجلس والملف. أنا كنت بعمل إيه من المجلس؟ بقول كده ممكن التصريح الزواج بالسبب الفلاني بمجرد انتهاء من إجراءات المحكمة، انا ماسك مش ماسك عايش مش عايش بمجرد انتهاء اجراءات الملف مكتوب بالظبط انها في وعد بالتصريح بمجرد الانتهاء، واعتقد المجالس هتكون بتعمل كده. فهي بس تروح تاخد وعد من المجلس وينفتح ملف وينكتب الوعد ده في الملف، هنا تقدر بقى تغير ملة وتقدر تنفصل بشكل او اخر. ما بتفكرش في جواز تاني يبقى الوضع ده يفضل مستمر. تمام. في رسالة بقى حلوة بتقول من مينا مجدي، بيقول ربنا يبارك خدمتكم ويثمرها أكثر لما تقدموه من نصح وإرشاد وحكم حياتية ثمينة، ربنا يبارك حياة سيدنا أنبا بولا. ألف شكر يا مينا، دي رسالة من رسائل كتير جدا يا سيدنا، بس احنا ما عندناش وقت نقول كل الكلام ده. قبل ما ندخل بقى على الرسائل التانية بستأذن يافتك وبستأذن حضراتكم، هنخرج لفاصل قصير كده ونرجع مرة تانية، خليكم معنا. برحب بحضراتكم معانا مره تانيه، برحب بنيافتك معانا يا سيدنا منورنا. وفي رساله بتقول مشكلتي باختصار شديد، متجوزه بقالي 3 سنين في بيت عيله وجوزي في ايطاليا، الفكره انه لما بينزل اكيد بيجيب هدايا، هو بقى بيجيب كتير لعيال عمه، وحتى عيال عمه دول لما نزلوا من ايطاليا ما حدش جاب لي حاجه، فبقول له خساره فلوسك ونوفر وما حدش بيعاتب حد، الدنيا غاليه. وحسيته انه فهمني اني بحقد عليهم عشان مش عاوزه يجيب لهم حاجه، خاصه انه هيجيب لازم، فلو جاب ازاي اقدر اقنعه ان احنا اولى بالحاجه دي. تاني حاجه انه بياكل تحت وعيشته يعتبر تحت، يا دوب بينام في الشقه بس، ازاي بطريقه حلوه اقدر اخليه يقعد معانا في الشقه مع انه صعب قوي اقناعه لانه رجل شرقي ما بيحبش ان مراته تقول كلمه وينفذها حتى لو صح، يعمل عكسها بس المهم ما تكونش مراته صاحبة الفكر. أنا أقدر أتحمل سنين في غيابه لكن ما يجيش ونعيش في نكد، يعني الشهر اللي بيجي فيه بينكد عليا بسبب أن أمه وأخواته بيشكوله حاجات كتير طلعت مني وهو مسافر، يعني لو عليت صوتي على بنتي أو مثلا مش بغسل الأطباق أو مش بقضي في البيت مع مامته يشكوله ويقولوله مراتك ما بتعملش حاجة في البيت ويطلع ينكد عليا. إزاي أنا أقدر أخليه ما يسمعش لأي حد يشتكي، ولو حد شكى واسمع لهم ازاي اقدر اخليها اخر مره حد يفكر يشكيله عني عشان ما تتكررش. هي دي مشكلتي اللي بجد انا تعبانه قوي منها. هو هي بقى كانت بعتها لنا قبل عيد الغطاس، بتقولي هو هيجي بعد عيد الغطاس ومش حاسه باي فرحه تجاه نزوله لينا من كتر المشاكل اللي بيعملوها لنا وهو موجود. هي نكديه على طول كده. بس يا ناس خلينا بس، عايز بنتي دي تنتبه لحاجة. زوجها قاعد في إيطاليا وقاعد لوحده وبيجي كام يوم، إزاي تحافظ عليه هو في إيطاليا إنه يبقى عايش منتهى السعادة مع زوجته؟ إذا ما عادش سعيد، ما عادش سعيد معاكي في اليومين اللي قضيهم معاكي، في غيرك ألف، سواء بإرادته أو على غير إرادته. التيار المحيط بره وحش منفتح،
إنما لما بيبقى هو بيحب زوجته وزوجته بتحبه، لا 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 لا، مهما كان طيار عالي يقدر يقاوم. فيا بنتي من فضلك في الأيام اللي بيجيها عايشي أسعد واحد في الدنيا. دي أول ملاحظة. ليه بقول نكدية؟ الراجل كريم مع ولاد عمه، مش جايز عمه ده اللي رباه، مش جايز عمه ده ليه صاحب فضل عليه، فهو بيرد الجميل لعمه. هتقعدي تدققي انت جبت لهم ليه وما جبتهمش ليه؟ بس بيجيب. يا بنت الكريم مع ولاد عمه هيبقى كريم معاكي. صح. تاني لو بقى بخيل معاهم بكره هيبقى بخيل معاكي. شجعيه على العطاء، حببيه انه يدي الغير، لان لو ادى الغير بالاولى هيديكي. صح. النقطة الأخرى، أنت مش عايزة مامته وأخته يشتكوا؟ طب ما أنت اللي اديت لهم المادة اللي يشتكوا فيها. يعني لما أنت بصوتك بيبقى عالي مع بنتك، طب سامعينه من تحت، يعني معناها صريخ. هي تربية الأولاد بالصريخ وتربية البنت بالذات بالصريخ وبالزعيق؟ لا، في نقطة محتاجة تراجع نفسك فيها. النقطة الثانية، بتقولي حضرتك بيقولوا ما بتغسلش الاطباق. طب تحت وليه؟ عند حماتها. عند حماتها ولا عندها؟ عند فوق. حماتها. ما لهمش حق فيها، انما اكسبيهم يا بنتي. طيب هي كمان متضايقه من انه بيجي يقعد تحت وعيشته كلها تحت، عايزه طريقه لطيفه تقنعه. ولا حاجه، من غير اقناع، بالتصرف، تخلي له البيت ده فردوس، مهتميه بنفسها وبيه جدا. أنا لما تبقى مراتي بتخليني أسعد واحد في الدنيا هنزل تحت ليه؟ وما تقوليش بإنزل بتنزل ما تنزلش، لأنه هيعاند. دي أول حاجة. تاني حاجة، أنت ما نزلتش ليه؟ أصل قالت لي ما تنزلش وعكننت عليا عشتي. مش هيقول لهم كده. لو أنت ضغطت عليه مرة وما نزلش هيقول تحت ده هي اللي خلتني ما انزلش. طب رد فعلهم إيه؟ هيحبوك يعني؟ لا. خليكي ذكية. حببيه في بيته، بيكي بعيالك حببيه في بيته، في نفس الوقت اكسبيهم على قد ما تقدري من فضلك، في نفس الوقت رب بنتك تربية بهدوء، لأن البنت ما تترباش بالعنف ولا بالعصبية. تمام. احنا معنا تليفون. ألو. 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 أيوة. مساء الخير عليكم. مساء النور، أهلا بيك. كل سنة طيبين. وحضرتك بخير، اتفضلي. من فضلك عايزه اكلم سيدنا. سيدنا معاكي، اتفضلي. انا معاكي. اهلا وسهلا. مساء الخير يا سيدنا. مساء النور، اهلا وسهلا. قصدك انا عايزه اكلمك عن مشكله، بس يعني بعيد عن الهوا، معلش. بعيد عن الهوا. عايزه نيافتك في مشكله، بعيد عن الهوا. طب سيبيلي تليفونك. خلاص ماشي. طيب. تمام، شكرا ليك. هطلبك يوم الاثنين الظهر. خلاص ماشي سيدنا. اوكي يا حبيبتي، شكرا ليك، مع السلامه. في بقى بنوتة بعتة بتقول إيه؟ المشكلة مع مامتي وطريقة تعاملها مع البيت، بالأخص أنا عندي 21 سنة. عايزة أقولك إن ماما مش مقتنعة بي أصلاً في كل حاجة في حياتي، حتى الحاجات العادية ساعات مش بحس إنها معتبراني واحدة أصلاً، وهي كتير بتقولي كده أنا مش مقتنعة بيكي. الموضوع أوله من صغري، أنا هادية قوي، فكنت وأنا صغيرة تحطلي الأكل من غير مطلب، وكبرت على كده، بمعنى ان اكلي ضعيف وقليل، وقليل قوي لما اقول انا جعانه او عايز اكل، وكتير لو كنت جعانه كنت استنى باقي الاكل ناكل سوا، باقي البيت ناكل سوا. هي بقى مش عاجبها ده، وبتتريق عليا دايما وتربط ده بحياتي، ودايما تقول لي يا فاشله، لدرجه لما اتكلم معاها بزعل، واوضح ليها ان اسلوبها مش عاجبني تتريق عليا اكتر وتقول لي يا فاشله يا فاشله. بقى في اي حاجه في البيت، يعني أي حاجة دراسة في البيت، في تعامل، في أي حاجة، هي معتبرها فاشلة. أنا كتير بكره الحوار معاها، أنا بقول لحضرتك أبسط المواضيع، لكن في حاجات كتير. أنا واحدة عندي 21 سنة ما عندهاش ثقة في نفسها في أي حاجة، حتى لو عجبة ناس كتير، أنا مش بكون مقتنعة بنفسي بسبب الكلام اللي بسمعه، خلاص بقيت مصدقة. أنا تعبانة جداً وحبيت أعرض الموضوع على حضرتك، مع إني أنا عارفة لو سمعت الكلام ده ولا حاجة لو سمعت الكلام ده ولا حاجة هتتغير، بس قلت يمكن تفرق مع بنات وبيوت تانية.
انا مش عارفه اوضح الكلام كويس ولا اعبر باسلوب يعني احسن، اتمنى تكوني فهمتيني. انا فهماكي طبعا، وعارفه انك انت مش مبسوطه من طريقه ماما معاكي، وان هي حاسه انك صغيره ومش عارفه تعملي حاجه، واساءتها ليكي محسساكي بعدم الثقه في نفسك. انا فاهمه كل ده. راي نيافتك ايه يا سيد؟ هي ما بقتش صغيره، بس هي قالت ان ممكن بتتعامل مع بقى اخواتها كده، بس هي بالاكتر يعني. فهنا برضو الكلام للام والكل ام، شجعوا صغار النفوس. الشخص اللي انت حاسه انه اقل من اخواته شجعيه، انما تتكلمي معاه بهذا الكلام يفقد الثقه في نفسه. واذا بنت بالذات فقدت الثقه في نفسها هتفشل جدا في المجتمع. طبعا طبعا هتفشل في حياتها الزوجيه، ربما تترمى في حضن اي واحد بيقول لها كلمتين حلوين. صح يا جماعه، في خطوره. البنت بتحتاج عاطفه ومشاعر ولطف وود. وبعدين هي بتقول ماما ماما، طب فين بابا؟ يعني انا بطلب دايما من الاباء يهتموا بناتهم بالذات اكتر. البنت صمام الامن في حياتها وابوها. ومع ذلك يا بنتي بلاش الكلام ده ياثر فيكي بالسلب. انا عايزك تنطلقي في نجاحات. ماما اكيد مش بتقول لك فاشله عشان موضوع اكل وشرب، انما جايز انت مش مهتميه بنفسك، جايز انت مش مهتميه بدراستك، جايز انت عندك نوع من الاحباط فمالكيش نجاحات. دوري على مجال انت بتحبيه اتقنيه وانجحي فيه، ميزي فيه. ده حقيقي. يعني جايز انت بتحبي تبقي في الكورال بتاع الكنيسه، جايز انت بتحبي رسم، جايز انت بتحبي موسيقى، جايز بتحبي تقري، جايز بتحبي مجال عمل معين تشتغلي فيه. دوري على اللي بتحبيه وانشغلي بيه وانجحي فيه، ونجاحك في شيء هيبني ثقتك في نفسك. الحاجه الثانيه، هنا بنتي لازم يبقى ليك اب اعتراف. وجود اب اعتراف بالنسبه لك هو صمام امان. ابونا هيشجعك حتى لو ما خدتيش التشجيع من البيت، ابونا هيجد لك مجال خدمه ايا كان نوعه في الكنيسه عشان تلاقي نفسك وتنجحي فيه. فارتبطي باب اعتراف في الوقت اللي مش لاقي حنو ولا اهتمام ولا تشجيع من البيت. هو كمان يا سيدنا الاسره اللي يبقى عندها طفل هادي ملوش طلبات، ما بيتكلمش كتير، مش متميز في حاجه، ما ينفعش ان احنا نهمشه زياده. بس نانسي ده اللي بتقوله. اه انما ايه ما وراء؟ طبعا طبعا. لكن حتى لو هفترض ان هي امكانياتها اقل من الكل، ممكن طبعا دراسيا اقل من الكل، ذكائها اقل من الكل، هفترض كل ده، العلاج هو بالتشجيع والتحفيز طبعا، ولا اقارنها بمن حولها لان دي امكانياتها، واشجعها على اقل القليل اللي هي نجحت فيه. عشان كده دايما يا سيدنا يقولوا للخدام حتى في مدارس الاحد، روح شوف الولد اللي قاعد على جنب لوحده، اللي ما بيتكلمش مع حد كتير، اللي ملوش طلبات، اللي مش ظاهر، هو ده اللي محتاج خدمه اكتر من اللي بقيه. انا فاكر قصه لطيفه الله يريح نفسه ام بشنوده حكاها، هو لما كان مدرس هو كان بيهمه كل شهر يجيب هدايا للمميزين في الطلبه يعني. فجه في شهر من الشهور كرم ولد معين. وبعدين هم عارفين انه مستواه ضعيف، فازاي بيكرمه وسايب الاوائل؟ وفوجئوا انه بيكرمه هو جايب نمره سقوط مش ناجح. فوضح لهم ليه هو بيكرمه. هو ساقط بس عدد الاخطاء بتاعه المره دي اقل بكثير جدا من المرات الماضيه. اذا في تقدم. فكرمه هو ساقط عشان بعد كده هينجح. صح. فدور على اي زقه ايجابيه اديها اللي قدامك هينجح. ده حقيقي. حلو قوي النصيحه دي. طيب احنا معانا تليفون. الو؟ الو؟ ايوه. مساء النور. لو سمحت، انا كنت قبل كده كنت اتصلت معاكم وعايز اتكلم مع ابونا، وهينفع اتكلم على الهوا عادي ولا اتكلم مع ابونا شخصي؟ بص احنا على الهوا وسيدنا قاعد اهو. ايوه يعني اتكلم في الموضوع عادي ولا ما ينفعش اتكلم في الموضوع عادي وكل نمرة واحد حسب الموضوع. نمرة اتنين استنى بس يا حبيبي بكمل لك. حسب الموضوع ينفع تقوله على الهوا ولا لا؟
نمرة اتنين العيلة وعيلة العيلة والاصحاب بيسمعوك، فهل ده يديرك لو اتكلمت ولا لا؟ نمرة لا انا عايز اكلم اوضتك يعني بيني وبينك بصراحة. خلاص حبيبي انا هاخد تليفونك اكلمك. طيب سيب تليفونك مع زميلتنا، شكرا ليك. طيب في رسالة بقى بتقول انا نفسي تتكلمي، احنا في بلدنا بيحبوا البنات انها تتخطب من وهي في سن 15، وفي اكتر واقل تتخطب ويجوزوها على 17 عادي، مفيش اي مشاكل. بلدنا احنا دماغها يعني متراجعه شويه، يعني مش عايزه اقول اللفظ اللي هي قالته. أوكي. كل همها ان البنت تتجوز تخلفها شويه ان البنت تتجوز او تجيب اطفال، وما همهاش راحه البنت ابدا. ولو قررت انها تكمل يقولوا لها البنت مالهاش غير بيت جوزها وعيالها، وما يرضوش يخلوها تكمل. بصي في ناس بتخلي بناتها تكمل، في الاغلب هم اللي عاملين البنت عبء عليهم وعايزين يخلصوا منها. وكمان لو عرفوا انها بتحب واحد وبتكلمه وهي ما قالت لهمش، وهي كانت رافضه حد عشانه، يروحوا بعد ما يعرفوا يخلوها تتخطب عقابا ليها عشان خبت عليهم. واكتر حاجه لو واحده غلطت مع واحد ما يجروش انهم يصلحوا، وده حصل كتير، بس ناس وامهات وابهات جهله بيجوزوا البنت في نفس اليوم، والبنت بتبقى حقيقي متدمره، وما يغيبش اسبوع والبنت ترجع متدمره خالص. وكمان فتره الخطوبه عندنا ممكن شهر عادي، ما بيخلوش البنت تتعرف على الشاب كويس، وبنات كتير بتضيع مستقبلها بالاخص لما تحمل بسبب معايره حماتها ليها من يوم الصباحيه. وبيوت كتير عندنا بتخرب عشان الحما وتدخلها في حياة ابنها، هي اللي بتصرف. وكمان عندنا لازم تجيبي من أول ما تحملي بيبي صغير ويكون ولد، ولو ما جبتيش بتخلي حياتك انتي وحشة، لو جبت بنت بقى تبقى حياتك سودة. بص انا طولت عليكي كتير، بس ارجوكي احنا تعبنا من العادات السلبية دي. النقطة دي عندها كم سنة؟ مش إيه؟ انا مش عارفة، هي بعتتها لي وهي هي واضح واحدة من اللي عندهم 15 سنة ولا واضح إيه؟ ونفسيتي ايه، انا تعبت من العادات السلبيه دي، ونفسي انت تغيريها لهم بفكرك انت الناضج ده. لا احنا هنخلي سيدنا بقى هو اللي ينصحه. اتفضل يا سيدنا. هو القانون هو اللي هيحسم الموضوع ده. ليه؟ دلوقتي القانون الجديد يلزم ان الخطوبه تبقى في سن 18، يعني ممنوع اي خطوبه قبل سن ال 18. فحكاية خطوبة في سن 15 لا، وبالتالي يبقى الزواج هيبقى بعد سن 18. فمن هنا الخطوبة الرسمي، ان هم يروح يلبسوا دبل ولا كلام زي كده، هيتنوا معلقين البنت 3-4 سنين على ما توصل لسن الزواج. الحاجة التانية انه ما بين الخطوبة والزواج مفروض ما تقلش عن 40 يوم، وده حد قليل قوي، يعني انا شايفه انه قليل قوي. أنا بنصح الأهالي من فضلكم ما تتسرعوش في جواز ولادكم، لا ولد ولا بنت. سن الزواج هو سن النضوج طبعا، سن تحمل المسؤولية، سن مناسب للإنجاب. يعني البنت اللي أجهزة جسمها لم تكتمل نموها تخلف، هتطلع يا طفل مشوه يا هيحصل إجهاض متكرر. يعني ليه بتدخلوها في دوامة؟ هي لسه في سن محتاجة تربية مبكر. هتربي ايه؟ دي لسه عايزة تكمل تربيتها. فمن فضلكم وبعدين تدخلوها في دوامة الحما والأهل جوزها. أرجوكوا يا جماعة إذا كنتوا عايزين جواز ناجح، سيبوا البنت تنضج فكريا وذهنيا ونفسيا وعاطفيا وجسديا. النضوج المتكامل ده يؤدي إلى زواج ناجح. وأنا نفسي اجتماعات الأسرة اللي في كنائس الصعيد تحديداً، يعني أنا عارفة أنه الخدمة في الصعيد هيلة وجميلة وبتطلع علينا قديسين، لكن نفسي كمان يا سيدنا اجتماعات الأسرة اللي في الصعيد يهتموا قوي بالموضوعات دي. وحقيقي اللي احنا بنعمله هنا في البرنامج هم هيكملوه. على فكرة بيعملوا بس في المدن، يمكن الكلام ده بيبقى في الكرة الصغيرة أكتر بالزبط. وده مشكلة يعني. وحتة أنه لازم يبقى ولد ولازم تخلف بدري أول ما تتجوز، كل ده بيبقى في كرة الصعيد، إنما الوعي بدأ يزيد. أنا عارف يعني ما ودينا بنكمل هنا من خلال البرنامج يعني. طيب إحنا معنا تليفون. ألو ألو. أيوة مساء الخير، نقبل هذه سيدنا نور. أهلا سلام حبيبي، أهلا وسهلا. سلام سيدنا.
اتفضل. انا ابن الرب سيدنا من المنيا، محافظه المنيا. ايوه. كان معايا مشكله سيدنا مع انا ومراتي. ايوه اتفضل. من مركز ايه في المنيا يا حبيبي؟ مركز ملاوي سيدنا. ملاوي اوكي. اه اتفضل. كانت المشكله سيدنا ان انا اتجوزت سيدنا يوم 14/7/2019. وبعدين ومراتي خطبت 40 يوم يا سيدنا. نعم خطبها 40 خطبت 40 يوم. ليه استعجلت؟ كنت جاهز سيدنا، فانا ما حبيتش الخطوبه تطول. انت لما حبيتش ولا هم اللي ما حبوش؟ هما ما حبوش وانا ما حبيتش، هي كانت هما كانوا مستعجلين وانا برضو كنت قلت طالما مستعجلين عادي يبقى بالمره. طب تعرفهم قبل كده؟ اه سيدنا ده يعتبر معانا في نفس البلد. اوكي يا حبيبي. اتجوزت سيدنا كان 40 يوم، بعد 40 يوم سيدنا اول يوم بقى قعد في الفرح اخذت مراته وطلعنا فوق عادي. قالت لي ده خدت امها ودخلت جوه وقفلوا على نفسهم الباب، وقالت ما قالت لامها ما تسيبنيش معاه انا خايفه منه. بعد كده عدى سيدنا امها بان ضغط عليها وبتاع، والمهم اني عديت اليوم ده وقت يعني عادي استحملت وعديت اليوم ده. جيت بعد كده ابتدت عدى سيدنا عديات تقول انا خايفه مخنوقه عايزه انتحر مش طايقاكم، ولقيت الاعراض دي يا سيدنا بتزيد على طول، فانا قلت لا انا كده عرضت على دكتور. فجاء سيدنا اول ما سمع الدكتور خدوها اتغبنت ومشيت من سابت البيت ومشيت. ده من امتى؟ وما رضيتش تيجي. من امتى؟ في نفس الاسبوع. قعدت معاك قد ايه يا حبيبي؟ ما قعدتش غير اسبوع معايا يا سيدنا. اوكي. يعني من بعد الاسبوع هي سابتك ومشيت. بالظبط كده. سؤال يا حبيبي. اتفضل يا سيدي. هل هي في الأربعين يوم كانت سعيده بيك وفرحانه بيك ولا كنتش حاسس؟ لا لا كانت خطوبه روتينيه سيدنا، وكان اغلبيتها طلبات هات حاجات هات لي لبس اكسيني دخلت على الفرح هات العفشه بس، لكن موضوع سعاده وكده لا. طب انت بتفكر في ايه يا ابني؟ بص بعد كده انا جالك المشكله كامله سيدنا، بعد كده دخلت اباء كان هنا سيدنا كتير وروحوها وتتغابن وروحوها وتتغابن بتقعد معي ثلاث ايام اسبوع بالكتير سيدنا وبتمشي. بعد كده عد جاء دخلت نجت المصالحات في البلد عندنا ودخلت وخلوها تكشف. وديت عند دكتور في ملاوي مخ واعصاب، قال عندها توتر في الاعصاب وممكن تنتهي في اي وقت، خلاها في بيت ابوها. انت شاكك بقى ان ممكن يكون ده اصلا عندها من قبل الجواز؟ يا سيد لا عندها من قبل الجواز، لان هي كان ستها قالت لي ان هي كانت في ثالثه اعدادي كانت هتنتحر من المدرسه لولا خالها. بص يا ابني الخلاصه ما انت تتعبش نفسك، المؤشرات بتاع اول يوم جواز وانها تمشي بعد اسبوع وانها مش طايقاك وانها خايفه منك وراها عده اسباب او احد عده اسباب، منها انها هتكون في مرض نفسي وعشان كده هم كانوا مستعجلين في الزواج. ممكن. تمام. ومنها في اسباب اخرى مش هقدر اتكلم فيها دلوقتي في الهواء معاك. انما ايا كانت الاسباب فهي في اسباب لبطلان الزواج. انا رايي نسرع ببطلان الزواج عشان ما تفقدش حقك في بطلان الزواج، لانه يعني حتى لو رجعت هتبقى يومين عندك وشهرين هناك ويومين عندك وشهرين هناك. صح كده سيدنا، حتى لما فتحت جالك بقيت المشكله بعدين سيدنا جيت رحت يا سيدنا فتحت مجلس جيجا قعد ثلاث سنين اللي ملفه اديله ثلاث سنين، فالاباء اللي هناك قالوا له غير مله وطلق. رحت يا سيدنا بالفعل غيرت مله وطلقت، وبعد كده رحت تاني الجأت للكنيسه بعد ما خدت حكم بالانفصال من المحكمة. جات الكنيسة رحت قالوا هنعمل مواجهة للمرة الأخيرة. بعد حكم الطلاق؟ بعد حكم الطلاق قالوا هنعمل مواجهة للمرة الأخيرة ممكن تروح. رحت يا سيدنا عملت المواجهة كنت أنا وهي وأمها وأبوها
وشتموني هناك سيدنا وما قالتش حتى ان انا عايز اروح. قالت ده مطلعني، ده مش مديني عنوان صح ومش عارف ايه. ومعناها سيدنا انا مطلع واخد حكم دي سنتين بالطلاق. بعد كده جه لرئيس المجلس الكريكي زعطنا، قال له طب امشوا، راح مشينا. بعد كده سيدنا رجحت له تاني انا بعدها ب 40 يوم، قلت له سيدنا ما عملش اي حاجه في المحكمه ولا تقدر تعمل اي حاجه، انا جوزك وديتني بني سويف، رحت بني سويف طلب مني الورق الاصلي. يعني هي المشكله دلوقتي انك تاخد تصريح جواز تاني؟ بالظبط كده، ان هو طلب، رحت بني سويف لام بيونس، قال لي انا محتاج منك جواز تاني. طول بالك. اتفضل يا سيد. هو انتم الاثنين مش من ابروشيه واحده؟ من ابروشيه واحده يا سيد. كان هم المجلس المحلي بتاع الابروشيه طلع ادى التصريح وخلص. ما عرفش رد سيدنا، لان في طرف ليها قريبه في البتاع، قال لي ده شويه مشاكل عاديين. قال لي مش هنديك تصريح. قال لك يعني بدل ما ندخل في مشاكل مع العائلات روح بني سويف. بالظبط كده يا سيدنا، قال لي مش هنديك تصريح للجواز لو قعدت 100 سنه، روح بني سويف. رحت بني سويف يا سيدنا، طلب مني جواب تزكيه بس. رجعت تاني المطرنة عشان يديني جواب. سيدنا رجعت تاني عشان اخد جواب التسكه، رفض سيدنا يديني جواب التسكه، قال لي لا مش هديك، وانت طلعت وخلاص روح اتجوز اللي غالك يجوزك. طب هي المشكله دلوقتي في ايه؟ هو في سر، المشكله مش عايز يديني تصريح جواز ولا يديني الجواب، انا مش عايز منه تصريح جواز، انا جواب تسكه بس، ان انا اخده اروح بني سويف وهيديني هناك بني سويف هتديني تصريح جواز. بص حبيبي احنا يعني حسب ما انت بتحكي، انا مش عارف الابعاد ايه، انما انا افضل ان في بني سويف يطلعوك من الموضوع، هم اللي يخاطبوا لبرشية باللي عايزينه وخلاص. يعني هو يقول لهم كده؟ يقول لهم كده، انا طرحت الموضوع على فلان وقال انا مش عارف اجيب لكم اي جوابات، فانتوا خاطبوهم. يعني مجلس اقليمي بيخاطب مجلس فرعي، فالمجلس الفرعي اكيد هيرد يقول الاسباب ايه. حضرتك فاهم كلام سيدنا؟ سيدنا طلب مني انه اخد جوب تاسكا، وهم مش قادرين يديني جوب تاسكا، ورحت بني سويف تاني. طب استنى بس حبيبي، ما تبقاش سيدي او طول بالك بس على اسمعنا انا هقول ايه يا حبيبي. اتفضل يا سيدي. انت روح في المجلس الاقليمي ايا كان مكانه، اذا كان هو حاليا بني سويف، انا مش متاكد بني سويف او غير بني سويف، فانت روح قول لهم كده انا مش عارف اجيب الجواب ده، يا ريت انتوا اللي تخاطبوا الابرشيه عشان يجيبوا لكم الرد بتاعه. هو مش عايزين تزكيه يا ابني، عايزين تقرير. ما هو المجلس الاقليمي نانسي ليه حق، يعني انا عشان كمجلس اقليمي ادي تصريح جواز تاني، انا ما اديتش تصريح هناك كمجلس ابرشيه. فقالوا له روح استأمن في المجلس الاقليمي. فالمجلس الاقليمي هيحكم على ايه؟ ما هو مش هيجيب الاطراف من جديد. صح. فبيطلب تقرير من المجلس الفرعي يقولوا لنا الحاله دي ايه عشان نبدا من حيث انتهيته. بالظبط. فهو الحاله دي تحتاج تخاطب مجالس مش الاشخاص اللي يتحركوا رايحين جايين. فهو يروح للمجلس بتاع بني سويف، اذا كان بني سويف لسه انا مش متاكد، يقول لهم يعني انتوا اللي تخاطبوا المجلس الفرعي بتاع الابرشيه، انا مش عارف اجيب الجواب. وده اللي بيتبع، يعني انا ما اعرفش ليه هم قالوا هات وودي، يعني نريح عيالنا، يعني ليه ندوخهم في النص؟ طيب يا ريت تكون فهمت الخطوات اللي تعملها، وان شاء الله تقدر تتواصل معاهم وتاخد التقرير ده توديه للمجلس. بس هو حسب اللي بيحكيه ده كله، هو من حقه تصريح جواز طبعا حسب اللي بيحكيه. بالظبط. ايه بقى خلفيات تانية انا مش متاكد. طيب تمام. احنا معانا تليفون. ايوه يا فندم. الو الو. ايوه حضرتك سمعت اجابه سيدنا خلاص؟ سمعت اجابه سيدنا. تمام يا حبيبي، شكرا ليك، شكرا، مع السلامه. معنا تليفون تاني. الو الو. ايوه معاكي نشأة روماني من اسوان. اهلا وسهلا، واهلا بيك وكل اهل اسوان، منور. اهلا بيك اهلا بيك يا فندم. سلم لنا على سيدنا كتير. الله يسلمك يا سيدنا. خلي بالكم من سيدنا، سيدنا انسان ممتاز، خلي بالكم منه. ربنا يحافظ عليه. يعني هي اسوان محظوظه، ام بهادره وبعد كده ام بمشو، يعني محظوظه بالاباء الحلوين، يعني البركه كلها بصلواتكم يا سيدنا. العفو حبيبي، اتفضل. ربنا يخليك. سيدنا دلوقتي انا متجوز من 2013
خلفت بنتين. وواحدة عندها 10 سنين دلوقتي والتانية عندها 6 سنين. فمن بعد الأربعين يوم بتاعت من بعد الفطامة بتاعت البيت أو قبل الفطامة كانت بنتي بترضى يعني من أمها. فكانت أمها قاعدين يوم جمعة وبنتكلم على حسب عن قصة الأنبا أبو مجار القديس أبو مجار الكبير والقديس الأنبا أنطونيوس مين زي في سيرتي. طبعا سيدنا عارف باقي القصة وحضرتك عارفة باقي القصة. طيب فين المشكلة بقى؟ المشكلة إن هي أخذت فبقول لها ربنا بينظر للقلب ما بينظرش لحاجة تاني لأنه بقول ولم أجد ولا في إسرائيل قلب أفضل من قلب عبدي داود ففتشته فوجدته مثل قلبي. فطبعا راحت قالت لي يعني أنت أعظم من كاهن. قلت لا مش بقول الكلام عن نفسي قد يكون إنسان عادي أفضل من كاهن من راهب من مطران من أسقف من عابد من الآباء الرهبان بتاع الأديرة. فطبعا ما بتكلمش عن نفسي. وقلت لها الآية اللي هي بتاعت ولا مجد ولا في إسرائيل. المهم يعني الموضوع أنا مش فاهم. المشكلة طيب فراحت قالت الكلام ده في المشكلة هنا تبتدي دلوقتي. راحت قالت الكلام ده لمين؟ لأب الأب كاهن البلدة عندنا. فطبعا قالت له ما عرفش قالت له إيه بالطريقة يعني على نفس القصة اللي بيتكلم عنها. راحت قالت له الكلام ده اللي نشد نقول أعظم من كاهن. تمام. فطبعا أنا ما قلتش عن نفسي. فراح الأب الكاهن بدل ما يتصل بي وقول لها أنا حاشوفه وروحي أنتي وهدي الدنيا لا شعلل الدنيا. فراح قال لها ده دجال مشعوذ شيطان دجال مشعوذ. فطبعا وانت متأكد أن أبونا قال لها كده؟ ليه أقول لي سيادتك ليه؟ لأن هي جات من الكنيسة وشها محمر ومتنرفز وفي عصبية شديدة. فبحط إيدي على كتفها في البيت عندي هي ودخل البيت عندي في بيتنا في الشقة. فبتقول لي اوعى شيل ايدك ليه ايه في. قلت لها مالك انت في حد زعلك في القداسه او حاجه من في الكنيسه من الناس اللي كانت موجوده. قالت لي شيل ايدك ده انت دجال مشعوذ شيطان زي ما قال ابونا فلان. كويس. فطبعا في نفس اللحظه اتصلت بالاب الكاهن قال له نقبل اليدين والرجلين يا ابي. ايه قلت لمراتي عني جات عايزه تسيب البيت وتمشي. تصور انه هو يقول لي مالكش دعوه بيا انت مالكش كلام معايا ياد ويقفل السكه. ده لفظ الاب الكاهن بتاع البلده عندنا وما فيش اي احتكاك بيني ما بينه لا بالخير ولا بالشر. وهي سابت لك البيت؟ وسابت البيت وروحت. يعني سابت البيت عشان خاطر انتوا اختلفتوا على تفسير موقف او ايه يعني ده معقول؟ صدقيني بامانه وهو سيدنا عندك وبالامانه وغلاوه الصليب والانجيل انا ما كدبت عليكم في لا كلمة. انا مش بكدبك خالص انا بس مستغربه ان الموقف ما يستدعيش كل ده. هي انسانه صغيره من ضمن النفوس الصغيره صغيره النفوس من ضمن الناس اللي هي عندها صغر نفس. طيب اسمع بس حبيبي عايز اقول لك حاجه بسرعه بس حبيبي فطبعا نمره واحد في أي حوار بينك وبين زوجتك راعي إنك أنت ما تحسسهاش إنك أعلى في معرفتك ولا في إمكانياتك وما تخشوش في مهاترات في نقاشات وما تفرضش رأيك عليه. يعني الست ما تحبش كتير إن جثة كل مرة هو اللي يبقى صح هو اللي بيفهم هو اللي بيعرف وهي كأنها ما بتعرفش. دي قاعدة عامة. ومع ذلك حبيبي أنا رأيي ربما إن هي قالت إن ما معناه إن أي حد أحسن من الأساقفة والكهنة ولا آخره قالتها بطريقة زعلت أبونا منك جايز. أنا مش عارف إيه اللي اتقال. الحل بسيط جدا. أنت كنت عملت بطانية لأبونا لو أنا زعلتك أبونا الموضوع انتهى. أنتوا ناس طيبين بتوع أسوان يقدر يعملوا ده. لو ما قدرتش تسوي الأمور مباشرة مع أبونا لأن هو كون أبونا اللي قال لها كده هو اللي يقدر يرجعها. نصيحتي ليك روح احضر قداس لسيدنا واكتب له ورقة صغيرة أنا كلمت أنبا بولا في البرنامج
فقال لي انت عندكم احسن اسقف وروح لسيدنا اكتب له ورقه بس. فانا واثق ان نيافه الانبا بشير هيقدر يعالج المشكله. المشكله بسيطه على فكره. نيافه الانبا بشير بيزور البيوت ويهتم بالمرضى ويهتم طبعًا بالمشاكل طبعًا بنفسه والحقيقه يعني بيبذل جهد كبير جدا. فروح يا حبيبي لسيدنا من فضلك الموضوع هيتحل. أنا بشكرك وإن شاء الله المشكلة بسيطة وتتحل بسهولة يعني، وبشكرك على تواصلك معنا وبشكرك جزيلا يا سيدنا. يعني الحلقة انتهت والوقت جري بسرعة، وكالعادة ما لحقناش برضو نخلص كل المشاكل، لكن على وعد إن شاء الله في الحلقات الجاية نرد على كل أسئلة حضراتكم. أنا بعتذر تاني لأنه أنا وأنا قاعدة دلوقتي حالا جات لي 600 رسالة إنه يا جماعة ردوا على الرسائل بتاعتنا. أنا أسفة جدا صدقوني، أنا اللي بطول في الإجابة. لا خالص يا سيدنا، هو فعلا إحنا محتاجين نطلع كده كل يوم هو عشان خاطر نرد على كم الرسائل اللي موجود. فأنا بعتذر لكم وبوعدكم إنه الحلقات اللي جاية زي ما إحنا ماشيين بنفس النظام كده، حلقة هنتكلم فيها عن موضوع، ومن المرة الجاية إن شاء الله نبتدي بقى سلسلة جديدة للمتزوجين حديثا، فتابعونا. ومرة هنرد على الرسائل، وفي النص كده برضو في حلقة الموضوع هناخد لنا مشكلة أو اتنين عشان نلحق نخلص الكم ده من المشاكل. بشكرك جزيلا يا سيدنا، تعبنا نيافتك معانا، احنا أسعد بناخد بركة كبيرة. عارف. شرفتنا ونورتنا نيافة الحبر الجليل الأنبا بولا مطران طنطا وكل توابعها. شكرا جزيلا يا سيدنا. وبشكركم مشاهدين على متابعة حلقة النهاردة. اللي بيسألني الحلقة فين، الحلقة موجودة على صفحة أنا وبيتي وعلى صفحة قناة ميسات، بتنزل بث مباشر، وكمان زمانها دلوقتي نزلت مقاطع صغيرة للي حابب أنه يتابع حاجات بسيطة وصغيرة على صفحة أنا وبيتي وبرضو على صفحة قناة ميسات. بشكركم وأشوفكم يوم السبت الجاي الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. إلى اللقاء.